كانت أغنية جدا جميلة. وأول شيء أقول رمضان كريم للشعب العراقي كله، يا رب إن شاء الله يعيده عليه بالخير والأمان يا رب إن شاء الله، وسنة عن سنة نشوف العراق منتصر وأجمل أكثر. وهذا فد اليوم يعني يوم جميل أعتبره، لأن هو نقل صورة حقيقية للعالم العربي والعالم الغربي أنه بغداد بخير. الأمسية رمضانية بغدادية، يعني كانت المعزوفات اللي قدمتها هي كلها من التراث العراقي الأصيل والتراث البغدادي، الأغاني ناظم الغزالي وأغاني أمل خضير والأغاني القديمة العراقية، فهذا كله تراثنا القديم وإحياء للتراث القديم.